بسم الله. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم عن موضوع حساب الكميات، إزاي إحنا بنحسب الكميات في برنامج الأرشكال. إحنا هنبدأ المرة دي في حساب بند الحفر والحصيرة والقواعد والسملات ورقاب الأعمدة والمجموع. يعني في بقى اللي هنشوف بقى بند الحصيرة والقواعد، الكمية بالمتر المكعب. عندنا رمل، زلط، اسمنت، الماء، الاضافات، المقاولات، المصنعين. طبعا دي بند الموضوع ده ازاي احنا بنعمله. احنا هنيجي اولا بنيجي عند القواعد، هنيجي نشوف الشغل بتاعنا. نشوف 3D الأول، بنمسك الشغل دوت، نعمل سيلكت، شو سيلكت. تمام، ده الشغل بتاعي اللي أنا شغال عليه. في عندي طبعا دي شكل الحفر بتاعي. أنا دلوقتي أنا بقوم جاي مثلا عشان أعمل الحصرة بتاعتي، بحفر المساحة دي كلها اللي هي بتاعت الحصيرة ديت. دي الحصيرة اللي هي من قاعدة خرسانية عادية. السمك بتاعها زي ما هو واضح هنا، السمك بتاعها 30 سنتي. وعشان نشغل حاجة اسمها نشغل قواعد معانا في الشغل بتاعنا. ازاي بنحسب كمية الحفر بتاع الشغل دوت؟ في كذا طريقة بنحسب ازاي بنحسب كمية الحفر بتاعنا. أولا لازم نشوف عمق الحفر بتاعنا. نشوف عمق الحفر بتاعنا، نلاقي إن عمق الحفر بتاعي هنشوفه دلوقتي ازاي بنحسب عمق الحفر بتاعي. ادي الشغل بتاع اهوت، فهنحسب كمية الحفر بتاعي دلوقتي. عمق الحفر، نيجي في الاوعاد. انا طبعا بكون عارف عمق الحفر قد ايه. بنعمل سكشن مثلا، قطاع سكشن، السكشن دوت برضه بعمل كليك يمين واعمل اوبن سكشن. ادي الشغل بتاعي، وادي السم العمله بتاعتي. ادي البيم بتاعي. فبنيجي نشوف عمق الحفرة قد ايه. فباجي هنا بقيس بالقياس بتاعتي. ادي الحفر بتاعي من اول هنا لغاية هنا، ده عمق الحفر بتاعي. نيجي نشوف، قال لي انت حفر متر وطالع فوق عن الارض بمقدار 2 متر. هنيجي هنا نشوف عمق انا طلعت قد ايه، اللي هو السملات عن الارض نص متر. وعندي هنا كمان حوالي 10 سنتي خاصة باللي هو طبقة النظافة اللي بعمل اشتغل عليها في السلاب بتاعتي. ادي عندي متر اللي هو عمق الحفر بتاعي. فانا دلوقتي باجي بحسب المساحة بتاعتي بتاع الشغل بتاعي. باجي هنا في القواعد، باجي بمسك اللي هو الحصيرة العادية اللي انا شغال عليها، بعمل كليك، بعمل بمسكها وبقوم جاي هنا بقول له سكيدول اند ليستس، وعند الاليمنتس وخش على البيزك. بيجي هنا بيقول لي ان الفوليوم بتاعك 48 والمساحه بتاعتك الاريا بتاعتك 163.8. فباجي هنا بكتب المساحه بتاعتي، بس طبعا بقول لك السمك كام، 3.10. فباجي هنا عشان احسب بند الحفر بتاعي، باجي هنا بقول له بيساوي 8 و 48.6
بوينت 62 في 1 على بوينت 3 3 من 10 عشان اجيب اللي هو الحفر الكلي بتاعي. قال لي 162 طبعا عشان هو متر. طبعا المستطع بتاع لو ضربته في متر اللي هو العمق هيقول لي ان الحجم بتاعه 163. انا اكتب هنا 163 168 و8 عشان انا حفر متر وهو نفس المساحة طبعا. فقال لي بند الحفر هنا 163. طب تمام. عندي حجم الحصيرة دلوقتي قال لك كام؟ الحصيرة بتاعتي قال لي 48.92 48.92. نيجي نتأكد تاني صح؟ دي بند الحصيرة بتاعتي. هنيجي نشوف القواعد السملات الرقاب العمدان وباد الشور بتاعي اهوت تيست. باجي هنا في الارشيكات بتاعي بقوم جاي هنا على البلان باجي بعمل هنا. طبعا مش هاجي هنا عند كل قاعدة من القواعد ديت واقوم ماسكها واقول له احسب لي القواعد بتاعتي. لا انا باجي بقول له اعمل لي سيلكت على السلابات كلها اهيت بس شيل لي من السلابات ديت اللي هي الحصيرة بتاعتي. فباجي هنا انا مسكتهم خلاص بقوم داخل على الدوكيمنت واقول له سكيدول ليستس واقول له اعمل لي الاليمنت ليستس واقول له بيز. هيجي هنا يقول لي ان الحجم بتاعك 18.2 18.2 اهيت 18.2 من 10. هنيجي نشوف حجم السملات. هنشوف الملحوظة بقى المهمة جدا في موضوع السملات وحجم والموضوع دوت دي اهم حاجة. هاجي هنا هاجي ده تشوف 3 دي الاول شو جاب لي السملات بدون اي قطع. يعني حجم السملات هو حجم حقيقي يعني هو اللي انت شايفه ده. هنيجي هنا نشوف القواعد هقول له هات لي السملات لوحدها اللي هي البيم اللي هي مسماها بيم واقول له اعمل لي لها ايه وريها لي. هنلاحظ هنا ان التقاطعات بتاعت القواعد واماكن رقاب العمدان اتشالت معايا في الحسبان اتشالت. دي يدل ان البرنامج هنا شالت اي تقاطعات في التقاطعات بيشيلها اهيت. نلاحظ هنا في كل اتجاهات البرنامج يعني الدقة هنا عالية جدا في الشور بتاعي. فطبعا انا دلوقتي بطبق في البلان واقول له اعمل لي الدوكومنت واقول له هات لي سكيدول وهات له اليمنت واقول له البيز. هنيجي نشوف حجم البيم او السملات بتاعتي هنلاقي البرنامج بدها لي كام 20.73 هنقول له 20.74 هنشوف رقاب العمدان لان ساعات رقاب العمدان بيكون ارتفاعها كبير شوية. هو غالبا رقاب العمدان بتتعامل مع ال بتعمل هنيجي نشوف هنا هنيجي نشوف الكلام ده كله 3D 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 اوت. ساعات احنا رقاب العمدان طبعا في جزئين هنا في عندي الجزء دوت اللي هي زيادة عن الرقاب العمدان دي بتعمل مع الأعمدة فوق أما الجزء من هنا وتحت دي بتعمل مع الأعمدة. يعني الجزء دي اسمها رقبة عمدان. الرقبة دي بتعمل ساعة ثبت السمل السمل أما الجزء دوت ما بتعملش مع ثبت السمل. طبعا لازم ألاحظ الفرق دوت في الشور بتاعي ولاحظ الحتة ديت. هنيجي نشوف المجر هنقيس الحتة ديت هنشوف تطلع كام 13 سم. فهم جاي عامل ماسك الاعمده كلها واقول له هات لي الاعمده كلها ونقص لي 10 سم من الشول بتاعك. اقول له نقص لي 10 سم نقص لي 10 سم
اهيت نقصها وبعد كده زودها بعدين. بس دلوقتي باجي بحسب، هنقف في البلان واجي اقول له اعمل لي سيلكت الاعمده وهات لي سكيدول الاليمنت، اقول له هات لي بيز، هيجي يصنف لي القلم بتاعي مصنفه لي على حسب الستيبنز بتاعها، في 4 من 10 في 6 من 10 في 9 من 10 وبول كام في كام، يعني 4 في 4 في 10 في 4 من 10 6 6 من 10 في ربع في 25 سنتي 70 سنتي في 25، فبقول لي العدد المساحه بتاعتهم كام وكل حاجه بتاعتهم كام. فهنا طبعا جاب المجموع التوتال بتاعهم قال لك 0.157، بكتب هنا 0.157 0.157 دي لو بحسب بدقه عاليه جدا، لان ساعات رقاب العمدان بتكون اكتر يعني. فباجي هنا قبل ما اعمل اي حاجه لازم ارجع الحال لوضعه الاساسي، باجي هنا اقوم لاجي اقول له هات لي اعمل لها صفر عشان التنقيصه ديت، واجي اشوف الشغل كله بس عشان اتشيك من الموضوع دوت، لان لما صدر البرامج التحليل الانشائي اهيت تمام كده، لان الحته دي بتتعمل مع العمود كله، مش هيجي يعمل الحته دي ومش هيعرف يعملها، بتتعمل مع العمود بس بتطلع اشاره الاعمده وبس على كده. نيجي كده نحسب الكميات، نجيب مجموع الحاجات ديت، هنعمل صم، باجي هنا في ال اقول له اعمل لي الصم، اهوت اوكي، قال لي طلع لي 40.57. فبنيجي نحط الكميات بتاعتي، فهحط الحصارة تطلع معايا كام، الحصارة تطلع القيمة بتاعتي ديت، والأواعي بتاعتي هيطلع القيمة دي تقريبا، الاتنين مقربين لبعض تقريبا يعني في الحجم. فبنحط بقية الشغل بتاعنا، النسب بتاعتنا على حسب التصميم بتاعنا في الخرسانات. باجي بقى مثلا نفترض الأسمنت بحط 7 شكار في المتر المكعب، بضرب في الأواعد في الحصارة بحط 3.5 شكارة، فيديلي عدد الشكاير 171. طبعا أنا بقول له 172 لأن مفيش شكارة بكده. طبعا لو عايز أحسب عدد بالطن بقوم قايل له بقسم على 20، قال لي 8.6. نفس الكلام بقول له لا دي بضربها في 7 على 20 لان عشان احولها للطن، فادالي 14.2 او 14.2 14 وربع ولا 14 وربع. وبشوف مصنعية المقاولات مثلا، ساعات بيبقى مثلا ده بيكون 30 جنيه في المقاولات لما مثلا المقاول يجي لي، ودوت ساعات بتوصل 120 او 110 او ساعات 90 جنيه بالمصري. طبعا لو عايزين نحسب بقى التكلفه بتاع الحاجات ديت، فبدخل بقى النسب بتاعتي وبجيب الكميات بتاعتي في الشغل بتاعنا. على المهم احنا قلنا الاهم حاجه، ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن ازاي اللوس اوف وبقيه الشغل بتاعنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.